انت عارف الحلو ايه في الكبير قوي؟ اه انه عمل ضحكنا جدا وفي نفس الوقت هو عمل مسلي بتفرج عليه، صح وفي نفس الوقت بيعمل قضية بتتسلل واحدة صح واحدة كده لدماغي وبتشكل وعي، صح وببدأ أشوف الواقع بصورة تانية. ده الجميل في الكبير، إنه مش ضحك للضحك، أو مظبوط إنه الناس تقدم أعمال فيها قيمة بس هي مش مسلية لدرجة إن مظبوط أنا أقلب، ما أنا مش عايزة أتفرج. صح. ما برافو عليك، انا فده كنت عايز اقول ده، الجميل. كنت عايز اقول ده، ان في اعمال تانية بتبقى الحاجه خطابيه قوي، فالناس برضو بتقفل، مش عايز حد هو يضرب له المعلومه في وشه يضايقه. لا، لما توصل من خلال حاجه زي الكبير بذكاء، وحاجات كتير طبعا بتتعمل بذكاء، يتقال الرساله ممرره من غير ما حد يحس، فيتفرج يقول ايه ده، بيحصل كذا، فعلا بيحصل كده. فاللي حضرتك قلتيه بالظبط هو ده الفن، ده الفن بالظبط، مسلي وممتع وممكن يكون مضحك جدا جدا، بس في رساله. فيا رب الناس تهتم بده، حتى لو العمل اللي هيتعمل بجديه، بس ما يبقاش خطابي، يعني الخطابه برضو بتقفل الناس، الوعظ والإرشاد بتحسسهم ان والخطابة هم اغبياء. طب ما بالظبط. انا ايه يعني، ما يتنصب عليا، وانتوا ما اتنصبش عليكم، فيهاجم صناع المسلسل يعني. لكن في ذكاء في الطرح يعني، وزاد من كان من الاعمال اللي عامله كده الحقيقه. طبعا زاد كان فالكبير زكي عمل مهم. ده حقيقي، الكبير زكي السنه دي انه طرح كميه قضايا، وانا مبسوط بالتوجه الموجود في الدراما عموما، ان دايما العمل يعني فيه تفاؤل، النهايه فيها تفاؤل او تغيير او تطهير، اللي هو ده الهدف الفني يعني. في جزء تامن سابع بقى او سابع. التامن ده الله اعلم، يمكن تكون بشرة خير يعني شفت. من جت حضرتك. من قلبي كده. عاوزه جزئين مع بعض السنه الجايه. يلا بينا، بس اريح لنا يعني، ما دام دخلنا نصور الاثنين، اتمنى يا رب يكون في ان شاء الله يعني، بيقال يعني يعني يقال. انت في كواليس العمل لا ده قيل على الشاشه رسمي يعني، في الى لقاء في الجزء السابع، فهو بنسبه 90% الا يعني ظروف استثنائيه ان شاء الله موجود السابع، طيب سواء السنه الجايه او اللي بعدها. بمناسبه احنا بنتكلم على الكواليس، احكي لي اطرف موقف حصل لكم في الكواليس. اكيد كان بيحصل بلاوي، انا هقول لحضرتك اكيد حاجه، طول الوقت بتضحكوا في الكواليس، تعملوا مقالب في بعض انت وهدرس ما هو ده مثلا. من الغريب بقى من الموضوع، اللي انا دايما بفاجئ بيه الناس وبتصدمه، العمل كل طاقتنا في الضحك بيطلعوها قدام الكاميرا بنطلعها قدام الكاميرا، نبقى قاعدين بره كده في منتهى الجديه، لو حد عدى متنحين. هيفتكرونا بنعمل مثلا مسلسل يعني تاريخي جد يعني، قاعدين بجد. وتلاقي الجمله اللي لو سمعتيها، لو يعني لو يعني واحد رمى ودنه وسمع ده، بيقولوا اي كلام، بيقولوا كلام هزار، هم بيتكلموا بجد كده ليه؟ وتلاقي يعني انا هقول كذا، طب ايه رايك كذا، فيقولوا هو ده حلو، لان احنا يعني قسنا الافيهات في بقنا كتير، فما عندناش اللي هو تزاجت. ممكن لما احمد مكي يرمي حاجه في اول مره انا بموت من الضحك، بموت، لانه بيقول فكره غريبه، بيطرح فكره غريبه، فيرد عليه مثلا الاستاذ بيومي بحاجه غريبه، فبنضحك اول لحظه دي، لكن بعد كده كله بيبقى خلاص ما سمعناه بقى، وتركيزنا كله نقوله بتزاجه او بجديه قدام الكاميرا عشان الناس تستوعبه وتصدقه. لو قلت الافيه بهزار او تريقه ممكن الناس ما تحبوش، يقولوا بيستخفوا بينا او بيستظرفوا، لكن حقيقي بنقولها بمنتهى الجديه والتقمص، اول مره بس بنطرح الافكار. لكن يعني هو بصي ما بيحصليش مواقف كتير بصراحه في التصوير قد ما الحاجات الجماعيه، يعني ايام مثلا ماتش الامريكان فوتبول اللي هو صورناه زمان في 2010، اللي هو ماتش الامريكان فوتبول اللي كنا بنلعب كوره ضد الامريكان وبتاع، كان في مواقف من دي كتير طبعا، لان في ناس مش عارفه تلعب اللعبه، وفي ناس ما بتعرفش، وبعدين ايه يعني، انا مثلا جالي اصابه بجد فحطوها في المسلسل اللي هو فظاعه اتصاب يعني، وقمت قلت حتى الدكتور ربيع عمل لي عمليه الرباط الصليبي، قال لي لا الرباط ده بيجي اللي بيفهمه وانت ما بتفهمش حاجه يعني، حاجات عامله كده بتتقال بره الكالوس وفي الكواليس او بره التصوير، وممكن نحطها جوه التصوير، لكن قليل بصراحه لما مش عارف يعني. انا فاشل جدا في الموضوع حكي موقف ده بامانه يعني، عمري ما حصل لي موقف بجد في تصوير وافتكرته وحبيت احكيه، بحس ان ده حاجه من ضمن شغل الشغل يعني، اروح احكي تفاصيل شغلي ليه يعني كده يعني. ده لكن طقوس الكبير شغل. مليان يعني، حلقات سكويد جيم مثلا الاخرانيه دي اللي هي بتاعه لما رحنا المعسكر بتاع البتاع، لا كان في كتير جامد يعني. مين اكتر مشاغب في الكواليس؟ مشاغب اكتر واحد بيقول ضحك يعني بيطلع في ضحك الكواليس هو بيومي طبعا يعني، بيومي بيحب يهزر طول الوقت وما بيعندوش رحمه، ما عندوش قلب يعني، استاذ بيومي ما عندوش قلب شغال افيهات الله ينور، بيهزر على اي حد واي حد بتاع يعني، لو جه في باله حاجه اللي هو طول الوقت. بصراحه انا بحبه جدا، وراجل راجل مسلي يعني، عدته حلوه. واستاذ احمد مكي طبعا بيقول افيهات فظيعه بس بتبقى جوه العمل يعني، ما يحبش ورحمه. كلهم لذاذ جدا، بس في ناس كنا بنتعرف على بعض لاول مره، من ضمنهم رحمه وحاتم ومصطفى وكده اللي هم الشخصيات الجديدة، بس فعلا لا ما لا أتذكر واقعة بعينها يعني. طيب أصعب موقف في الكبير قوي؟ في حاجات كتير بقى، دي هفتكر بقى، دي سهلة دي أقول لك بقى شغل سهلة. بقى وأسى أحكي أسى. أنا أحب المقاس يعني. أنت برج إيه؟ برج الحمل. طيب برج الحمل يحب المقاسي، يحب برضه المقاسي. بالظبط. أقول لك مواقف كتير حتى مش هفتكر. لا هو الفكرة هقول لك،
في مشهد مثلا، لا بس ده حاجات قديمه يعني، الجزء الثالث مثلا هو مشهد التايجر اهو جابوه لنا فظيع. وما زهق منها قال لها كفايه ما بيتكلمش. فاسمه في الجزء الثالث مثلا كان في حلقه بنزق العربيه، طبعا ده افيه في حد ذاته ان الكبير عربيته عطلت في الطريق الصحراوي او في الطريق الزراعي يعني اللي هو كنا مسافرين بيه، وهو قاعد على الدريكسيون فالكاميرا جايباه ماشي بالعربيه بالراحه، فيوسع الكاميرا بيلاقي فزاع بيزق العربيه. انا قعدت ازق فيها كتير يعني التصوير كمان بيتعاد كتير جدا ولازم تتاخد من كذا زاويه، فزقيت فعلا حوالي بتاع 2 كيلو يعني، زقيت العربيه 2 كيلو.